تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحيب بكم جميعا مرة أخرى، وسننتقل اليوم لتصحيح التمارين التطبيقية التي طلبت منكم إنجازها في مقطع الفيديو السابق. السؤال الأول: أكمل الجمل الآتية بمستثنى مناسب مع الشكل. الجملة الأولى: حفظت القصيدة إلا بيتين، إذن المستثنى هو بيتين. بما أن الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور القصيدة، إذن حكم الاسم الواقع بعد إلا هو النصب وجوبا على أنه مستثنى، وبالتالي بيتين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الجملة الثانية: لم يحضر التلاميذ إلا عليا مثلا أو علي. بما أن الكلام منفي والمستثنى منه مذكور التلاميذ، إذن حكم الاسم الواقع بعد إلا إما النصب على أنه مستثنى أو إعرابه بدلا. الجملة الثالثة: لم أقرأ إلا كتابين. كما تلاحظون الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، إذن الاسم الواقع بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. كتابين تعربون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه أيضا مثنى. السؤال الثاني: أركب جملا أستثني فيها بعدا، غير، ما خلا، سوى. الجملة الأولى: حضر التلاميذ عدا سعيدا أو سعيد. غير: قام التلاميذ غير زيد. ما خلا: نجح التلاميذ ما خلا علي. سوى: ما قام سوى زيد. السؤال الثالث: أعرب ما تحته خط. حضر الضيوف إلا واحدا، ما الجهل إلا عار، التقيت بالأصدقاء خلا محمدا، لم يتفوق غير المجد. إذن إعراب الجملة الأولى: حضر فعل ماض مبني على الفتح، ضيوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء، واحدا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الجملة الثانية: ما الجهل إلا عار. ما أداة نفي لا عمل لها. الجهل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء. عار خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن كما تلاحظون بالنسبة للجملة الأولى حضر الضيوف إلا واحدا، الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور الضيوف، إذن حكم الاسم الواقع بعد إلا هو النصب وجوبا على أنه مستثنى. أما الجملة الثانية كما تلاحظون ما الجهل إلا عار، فالكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، وبالتالي الاسم الواقع بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. الجملة الموالية: التقيت بالأصدقاء خلا محمدا. التقيت، التقي فعل ماض مبني على سكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل، بحرف جر، والأصدقاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. خلا فعل ماض للاستثناء جامد طبعا مبني على الفتحة الظاهرة. محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الجملة الموالية: لم يتفوق غير المجد.
لم أداة جزم، يتفوق فاعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، غيره فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والمجد مضاف إليه مجرور. إذن كما تلاحظون الكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، إذن غير تعرب حسب موقعها في الجملة. وكما سبق وأن أشرنا، الأسماء الواقعة بعد غير وسوى تعرب دائما أو تجر دائما بالإضافة. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح التمارين التطبيقية المتعلقة بدرس الاستثناء، وسنمر إلى الدرس الموالي العدد تذكيره وتأنيثه. شكرا على حسن إصغائكم.